فيك وجه الدبس تشترك بالقناة، ما تقول ليش فيك ايش خسران، اشترك اشترك. طبعا حسابي بالديسكورد راح فدا، حسابي باللعبة هم راح فدا، خذوا عليكم بالعافية والله. لكن علشان بس ابين لكم ان الاشخاص هذول اللي تشوفونهم قدام الكاميرا كله تصنع، من ورا الكاميرا هم والله العظيم اخبث البشر، اخبث البشر هم. طبعا حساباتي هذول الاثنين اللي هم باللعبة وبالديسكورد، مع الاسف انا كنت مأمنهم من قبل، كانت عندهم، كانت عند منو؟ كانت عند رضا. فهو إنسان غبي، إنسان غبي. خلصت أنت اللي عندك، أخذت الديسكورد، أخذت حسابي باللعبة، عليك بالعافية. بس والله العظيم راح أطشركم والله. طبعا ما أقول لكم إنه هو بس حاول إنه ياخذ بس الديسكورد وحسابي باللعبة، أوكي خذاهم. كان محاول يدش ياخذ قناتي بعد وانستغرام، حاول يدشه بس ما قدر. فعلشان بس اوضح لكم انهم هم ناس مو صاحين، عندهم ازمه، والله العظيم عندهم ازمه. علشان اكد لكم بس ان اللي يطلع من عندهم شوف شنو يسوون معاه، يعني شوف خباثتهم. هذول البشر اللي وصلتهم ملايين، شوفوا خباثتهم. يلا اخذ. والمشكله الاكبر، المشكله الاكبر، الناس تدري منهم فوق ما ان اخذوا حساباتي اللي هم باللعبه اللي وبالديسكورد، دخلوا يسبون العالم باسمي. طبعا هو معروف، تكلمت فيه من ساعه، قلت منو الشخص هذا، خلاص ما يحتاج. يعني هذا شوف اخلاقكم، شوفوا زبالتكم هذه كلها، تاخذون حساب اوكي خليت حساباتي عليكم بالعافيه، والله العظيم ماني بحاجتها، خذوها. بس تدش وتسب العالم باسمي، يعني شوف اللي وين وصلت فيهم، علشان كلمه بس ما تعرفون تلعبون. شوف سويت فيهم والله، والله زعزعتكم والله. خلاص انتهت وطلعت زبايلكم كلها. باقي بعد ريحين ما تكلمت انا، على بالكم خلصت؟ والله العظيم لا اطشركم والله. فوق انك ما دشيت حسابي بالديسكورد ودشيت الجروبات اللي في الديسكورد وغلطت، مو بس علي وباسمي، غلطت على دولتي. بس ما يروح والله، والله العظيم ما يروح. حلقه وانتهت، وش اسوي لك؟ ارقص لك مثلا؟ ما يحتاج. لايكك على جهة اليمين الله لا يهينك، سبسكرايبك على جهة اليسار الله لا يهينك. ما يحتاج انا قد اكررها لك. حبايب قلبي يعطيكم العافية.